السلام عليكم، جيت اليوم على فاكولتي دو سيونس دو غافا باش نكون جوري في الهيلت برايز واللي فيه شباب كيقترحوا المشاريع ديالهم. اول حاجه عجبتني هو لا فاكولتي دو سيونس دو غافا، هانتوما 360 دوغري، كوم سي بو كوم سي كلين، افيك لي بتيت بوبيل لي زيسباس فيغ لي تواليت نقيين. سا ما في فريمون بليزير، عجبني الحال، لان كنقول بان ولاد الشعب كيقراو مور باك فابور في جامعه بحال هذه، والله لا شيء رائع. نوريكم حتى لونفي فين كنا، ها هو هنا. لي زونفي زوينين، كل اونفي بالسميه ديالو، داكشي منظم مزيان. والله الا نمشي مساري معاكم، ولكن ما كاين ما يدار، هانتوما تفرجوا تفرجوا. شو لي بوبيل كاينين، الخصاط راه زوين. هاد الجامعة تبنات في الستينات على ما أظن، والبيرو ديال الدوايان ملي دخلنا عندو فقالنا بأنه من 1959 ما تبدلش بالطراز ديالو. واجدين الحال نشوف هاد المستوى هذا، الناس اللي خدامين من نيتهم، كندويو على حوايج خايبين، ولكن إلا شفنا شي حاجة مزيانة نقدرو ندويو عليها حتى هي، وندويو عليها بكل فرح. حاجة وحدة أخرى، كاع الشباب اللي شاركوا في هاد المسابقة هادي المستوى ديالهم ديال الإنجليزية كان رائع. الأونجلي ديال بصح يا ابن عمي، داكشي تبارك الله عليهم كيضرب بهم مزيان. كدوي الأونجلي أنت؟ يس هاو ار يو دوين؟ إز إيفريثينغ كورايت؟ هالو لينا، هاي كلشي بخير؟ الحمد لله. يو سبيك فيري ويل إنجلش، تبارك الله عليهم، زعما كاملين. فوالا سيتي لو بتي رابور.